ايه بقى البيانو ده بقى؟ ده ايه ده؟ جيت الاورج بتاعه. هو ايه ده؟ ده الاورج بتاعه؟ اه الاورج بتاعه. قلت لحضرتك عليه اللي كان في اوضه المكتب بتاعه. يعزف عليه. كان بيعزف عليه. يعني يعمل عليه الحان. استاذ محمد عبد الوهاب اول من ادخل الموسيقى الالكتريك على التخت العربي. طبيعي. الآلة دخلها مع ام كلثوم. مش مع اي حد يعني. تمام. هذه بعض الأوسمة وناشين من الدول العربية والأوروبية حصل عليها. أنا عايز الكاميرا تفوت كده على المنظر الجميل ده. خد عبد الوهاب كل الأوسمة اللي ممكن ياخدها أي فنان عالمي، زي ما انتم شايفين، سام الأرز وسام الكوكب وسام الاستحقاق. طبعا من مصر خد كل الجوائز اللي ممكنة وغير ممكن. عبد الوهاب خد كل حاجه. ودول الغرب التلفزيون العربي الامريكي 3 دروع. يعني انا عايز احيي اسره الفنان عبد الوهاب ان هم حطوا الحاجات دي كلها للناس. يعني انا بشكركم نيابه عن والله. احنا لما طلبوا مننا ما تاخرناش طبعا. ده كان محطوط في فيترينا في البيت بتاعه. لا ده جميل جدا. بس صراحه كل الناس اول ما طلبوها مننا يعني انا اشك ان دي كل الجوائز اللي خدها عبد الوهاب. لازم يكون خد اكتر من كده، بس ده المتاح يعني. لان الشهرة عبد الوهاب يعني بدات جوائزه من سنه 25 يمكن، فعلى مدى 60 سنه عبد الوهاب بياخد جوائزه اكتر. ودي ملابس الفنان، اهي البدله هي اللي كان لابسها الفنان، بدله تعميد، بس هو كان واخد رتبه لواء. لابس عميد وعميد علامة أركان حرب كمان يعني. البدلة السنوكر الخاصة بفيلم الوردة البيضاء. وروب دي شامبر الخاص بيه. يتسم الفنان عبد الوهاب دي كل اللي عصره عبد الوهاب انه يتسم بانه في منتهى الشياكة من الفنانين اللي يعني يتضرب بيهم المثل. كان بيتنافس هو الملك فاروق على مستوى الأساور والجرافطات واللبس، في منافسه جامده جدا على الشياكه عبد الوهاب طول عمره الحقيقه. ودي ساعه من ساعات الفنان الكبير عبد الوهاب، ودي نظاره شمس ونظاره نظر. نظاره نظر، وكان بيلبس فوقها نظاره الشمس. التليفون بتاعه اللي ما كانش حد يقدر يلبس. فين التليفون؟ الاخضر. التليفون الاخضر. تليفون تحفه بتاع زمان ده. يا سلام. طبعا طبعا التليفون ده كان موجود زمان في بيوت الناس اللي هي الراقيه. احنا كان عندنا التليفون العد الاسود الغبي ده، انما دوت بقى كان تروح عند الناس اللي هي بتاع تلاقي عندها الحاجات العجيبه دي. وده الكاسيت بتاع الاستاذ ابو وهاب. ده كان بيسجل عليه. لا اللي كان بيسجل عليه كان صغير. ده صغير ده بمرحله متطوره. ده اللي كان جنب سريره. ده كان جنب سريره. الأجهزة اللي كان بيسجل عليها كانت موجودة على مكتبه في غرفة الإبداع هنا. ودي سيوف وحاجات أخذها من الدول العربية، المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. ودي سيوف ممكن تبقى ذهب بالفعل وفيها فضة بالفعل. هي ذهب فعلا. ذهب بالفعل. ذهب وفضة. ذهب وفضة بالفعل. البيانو ده بتاعه كان مديهولي أصلا وأنا بعته على المتحف. والله العظيم ده في ألف تحية. كان مديهولي أنا علشان ألف تحية. أنا أتفرط على بيانو يعني ما يقدرش بأي فلوس الحقيقة. بيعزف عليه الأستاذ عبد الوهاب وقعدت جنبه سمعت كل المطربين اللي يعني كلهم. عبد الوهاب لحن للكل. وفي عود تاني. في عود تاني. ده يعني ده ايه مواصفات العود ده؟ كل الاعواد دي كلها خاصه بالفنان محمد عبد الوهاب. وده الكرسي ده كان بتاعه. ده اللي اتوفى عليه. ده كرسي الهزاز. ايه ده، انا عارف قصه الوفاه، تحكيها لي برضو. ده هو معانا بقى احنا هنا. مع الاسره. دي مع الاسره بقى. مع دم اقبال نصار. وهيشه وعفه وعصمت ومحمد واحمد. وهنا لما كبروا، وهنا مع احفاده، وهنا مع مدام نهله القدسي.